فلا شك هي العمل بالعموم هو دعوة لتثبيت الشباب، خلينا نقول بالأرض بالوطن، وهذا الشيء اللي خلانا نشتغل مع مجموعة من الشباب اللي هني هوات بالدرجة الأولى، يعني أول مرة يمكن غالبيتهم أول مرة بيطلعوا خشبة المسرح، لكن حبينا من خلال هدول الشباب نترجم أو نجسد مقولة المسرحية أو النص اللي انكتب. حبينا نقول إنه الوطن مش حقيبي بنحملها أي مكان، ولا الوطن هو يعني مجرد خيار بمزاجك بتاخذه، الوطن هو هو وجود. أنا دوري مسافر عصبي، يعني بتكون مثل إنه هي مثل عربة، يعني قطار وفيه إنه عدة شخصيات، أنا من هالشخصيات المسافر العصبي اللي هو بيكون انه مثل ضايع بالحياة يعني ومو عارفان شيء، بقى بيصير انه بيعمل تناقضات بالحياة، اخر شيء بينهار وبيشرح له انه ما هو الوطن، يعني بيشرح له انه شو بيعني لكم الوطن للجمهور. كرسالة انه نحن ابناء شبيبة مدارس الاحد الارثوذكسية بعربين عم نوصل هالرسالة للعالم، عم نحكي وجعون، عم نحكي شيء من يعني عم يطلع من جواتهم بس عن طريقنا، تمام، وبنفس الوقت نحن هالشي صاير معنا، نحن عايشينه بواقع، فالرسالة من قلهم انه يتمسكوا بهالأرض وقد ما فيهم يعطوها. اليوم انا دوري شخصية جيدة، هي امرأة متزوجة عم تصارع بالحياة مع جوزها يلي هو مقرر انه هو خلص بده يسافر وما عاد ملاقي امل بالبلد، وانا اللي متمسكة هون انه نحن خلقنا هون وربينا هون وما رح نترك هاي البلد. هو دور كتير حلو، يعني هو من وجع كل واحد فينا، ويمكن هذا يعني الحوار هو صاير مع كل عيلة عنا اياها بالبلد. هلا انا شخصيتي هي شخصية الطالب الجامعي اللي وضعه هلا كتير معتر، اللي فعلا واقع بين حيرة، اللي ما له قدران يسافر ولا قدران يبقى، وعم يعيش هاي الصعوبات اللي عم نعيشها أغلب الناس اللي موجودة هلا. شو الرسالة؟ رسالة وصلناها بطريقة فنية مدروسة من طرف المخرج، لأنه أخذ بحكاية مثل كأنه صندوق عم يروي حكاية الناس الموجودة بالشام. رسالة وطنية ومن قلبنا طالعة، على أمل أنه كل العالم يرجع للوطن، وكل متهجرين لجوات الوطن يرجعوا لبلادهم. بلشنا بالرومانسيات، تنسى عمرنا، حياتنا.